في خفائه وبطونه. إن شاء ربه يظهره وإن شاء يجعله في الباطن. وهو بعيد عن كل ذلك. الأمر مفوض لله إذا تجلى على عبده باسم الظاهر يجعله ظاهرا ويجعله أظهر شيئا في هذا الكون. وإن شاء يتجلى عليه باسمه الباطن أبطله وأخفاه ولو بحث عنه أهل الكون جميعا لم يدركه ولم يعرف له مكانا. هكذا يقول الإمام الرفاعي الكبير إن لله ضمائن، يعني إن لله خزائن من الرجال. إن لله ضمائن فمسميت لي مولانا الرفاعي ضمائن. قال لأن الله يظن بهم أن يعرفهم سواه. الله ربنا يظن بهم فلا يعرفهم أحدا. وده مقام رفيع جدا يعني شئت فقل. الحضرة الإلهية تغاروا عليهم لم يعرفهم سواه. الله ولذا يقول شاعرنا واحد شاعر بيقول في محبوبته ايه؟ أغار عليها ترى الشمس وجهها